الجليل بما ان الجيمس سبتمبر في مهدش. كذلك اريد ان اشكر استاذنا سياف نشور. الحقيقه اقول اني معناها كنت فرضت نفسي عليه والحقت عليه بعدم تغييب قاضي للتكلم بشان القضاء. الكبراء والاساتذه يتبعوا شان القضاء على الاقل يجيبوا معناها مداخله وتيمونياج من الداخل. دونك اشكره بهذا وشرف لي ان اكون معنا قاضي للتكلم نوعا ما ومثل القضاة وتحملوا المسؤوليه بالمفرد. كذلك طبعا اريد ان اذكر سي نجيب باكوش اللي فما تنفيذ نقابي ثالث جمعيتي ولا نقابي ثالث قاضي وشكرا على سهمكم. اما استاذي شعياط اريد ان اتفاعل معه واقول له ان كان الخبير الجامعي بحكم تكوينه وتعايشه مع دوله القانون يختار الالتزام بالحريات وتطبيق القانون، اقول له ان القاضي ليس مخيرا. فبصريح الفصل 100 يقول القضاء سلطه مستقله تسعى لقضاء العربيه الدستور وسياده القانون وحمايه الحقوق والحريات. دونك بالضروره القاضي هو حامي الحريات. والقاضي الشريف كان زمن بن علي معارضا او غير منسجم في ادنى الحالات، وهو الان ان تشبث بنفس الحريه بهذا الفصل الليبرالي يسير كذلك مناوئا بالسلطه الشرعيه الحاكمه الان. لدي كلها مقدمه لا تحتسب وعليكم ان تحملوا مسؤوليتكم عندما اسندتم الرئاسه الكلمه لرئيس محكمه اذا ساتمسك بصلاحياتي واجيب دخلت. هذه شرعيه الكفاءه او شرعيه الانتخاب؟ لا لا هذه شرعيه الحكم لاني واحد من التاسيس. اذا بلغ عمر المحكمه الاداريه تقريبا 4 عقود، ولو قيمنا ادائها لقلنا مع تنسيب الاشياء ان الاداء كان في مجمله طيبا. كما كان القاضي الاداري حاميا حقوق الافراد في علاقتهم مع السلطه التنفيذيه ومدافع عن استقلاليه القضاء الاداري. كل هذا بشهاده الجماهير والحقوقيين وحتى المعارضين السياسيين. وبالرغم من ذلك كانت توجه دائما للقضاء الاداري 3 انتقادات رئيسيه. اولا البطء في فصل النزاعات، ثانيا غياب الفروع داخل جمهوريه البلاد وبالتالي البعد عن المواطن، واخيرا عدم تنفيذ احكام المحكمه الاداريه او على الاقل الصعوبه في تنفيذها في الاداره. الى جانب ما ذكر ومباشره بعد الثوره نادى قضاه المحكمه الاداريه بضروره ارساء استقلاليه هيكليه كامله للقضاء الاداري وبمزيد الضمانات الفرديه للقضاة الاداريين، بل يتضمن مشروع الدستور الماثل الاجابات المطلوبه او على الاقل الاجابات المقبوله لهذه الانتقادات والمطالب. سنتولى تباعا مناقشة موضوعنا بجزئين. في الجزء الأول الأحكام الخاصة بالقضاء الإداري وما فصل واضح بأن الفقرات 115 إلى جانب الفصل الآخر الخفي 143. كذلك سنتناول بالضرورة الأحكام العامة المتعلقة بالسلطة القضائية في حدود تلك المتعلقة مباشرة بالقضاء الإداري، ومن على وجه الخصوص ضمانة القاضي والمجالس القضائية والتي ما نتحدث بشأنها صديقي الشيخ ناجي. إذا الجزء الأول الأحكام الخاصة بالقضاء الإداري. سنتعرض إلى هيكلة القضاء الإداري وكذلك إشكالية تخص الاختصاص، علاوة على النقطة الأخيرة خصوصية تنفيذ الأحكام نتاع المحكمة الإدارية. إذا الفقرة الأولى هيكلة تستجيب للتطلعات. إن التنصيص على أن القضاء الإداري يتكون محكمة إدارية عليا ومحاكم إدارية استئنافية ومحاكم إدارية ابتدائية هو تنصيص يشكل إضافة لا جدال فيه. كما أنه يستجيب لمطالب القضاة الإداريين بعد الثورة. لأنه وقبل الثورة ومن المفارقات كان غياب الفروع بالجهات يشكل ضمانة أساسية لاستقلالية القضاة الإدارية، طالما أن هذا المعطى جنبهم النقل التعسفية بما في ذلك تلك المصحوفة بترقيات وظيفية يراد منها في الحقيقة والقصد الإذلال والتنكيل وتجنب صعوبة أعمال النقل العادية دون رضا القاضي. نثمن هذه الإضافة لا سيما ان المسدة الاولى جاءت نتحكم بالجلسه او نضبط الباحث عليها. لا سيما ان المسدة الاولى جاءت خاليه منها. مع ذلك تبقى ملاحظه شكليه ختاميه، ولا
ده زي ما انت لو جبت لي احسن سيس شد عندك على انا مقر محور الدرعيه العليا هو العاصمه وفي هذا تناسق مع الفصل 113 الذي جاء فيه ان محكمه التعقيب مقرها العاصمه. وغنيا عن البيان ان الهيئتين المذكورتين تشكلان اعلى الهرمين القضائيين العدل والادانه. فقره 2 الغموض الاختصاص. تتعين تسجيل نقطه ايجابيه تتمثل في اعتبار المعيار المادي عبر العبارات الوارده في فصل 115 فقره اولى. والمعيار المادي هي مش تنصيص معناها هذه المحكمه الاداريه معناها مش مختصين تعتني بالنزاعات المتعلقه بهيئات معينه بل بالنزاعات في الصبغه الاداريه. وهو ما ذهب عليه القضاء الاداري ثم قضاء مجلس نظر الاختصاص. وهذا التوجه يستوجب ارجاع نزاعات اداريه اصليه سلبت من القضاء الاداري وهي متعلقه بالتعويض عن الالتزام بالمصلحه العامه وبتقاعد الحياه الاجتماعيه والتي كانت تشكل معا قرابه 30% من نزاعاتنا. كما يتعين وبعد اكمال جهاز القضاء الاداري اسناده النزاعات الاجتماعيه بالتوريه الابتدائي والاستئناف. تبقى ملاحظة أن الفصل 115 ينص على أن القضاء الإداري يراقب ينص أن القضاء الإداري أي بيسيرش عن الأكتاف يراقب الإدارة مما يشكل تراجعا مقارنة بالفصل 5 من قانون المحكمة الإدارية. نقطة هامة هذه في الفصل 115 يقول نحن نراقب الإدارة وليد. قبل الثورة كنا نراقب السلطة الترتيبية وهذا تراجع. الامر الذي يشكل تراجع كما قلت طالما ان السلطه التنفيذيه اوسع ورمزيه وقعها اكبر فضلا عن ان مفهوم السلطه التنفيذيه الذي يشكل معيارا عضويا صرفا مفهوم السلطه التنفيذيه فلاش هكا السلطه التنفيذيه يساعد على الحد وعيد فضلا عن ان مفهوم السلطه التنفيذيه يساعد على الحد من مجال نظريه اعمال السياسة لتكتب غرنمان كما أنه يعد أقرب إلى المعيار المادي مقارنة بمفهوم الإدارة الذي يشكل معيارا عضويا صرفا وفي ذلك تناسق مع المعيار المادي المعتمد في قرار الاختصاص. ما سبق يخص الاختصاص القضائي أما بخصوص الاختصاص الحكمي فإن الفصل 143 تربح الوقت يطرح إشكال 143 يقول بالتنازع الاختصاص بين الجامعات العمومية والجامعات العمومية والسلطة المركزية يقع لجاء قضاء لذلك لا قالوا أنا هي ولا انا محكمه قضاء فردي ولا استعجالي لا قالوا محكمه ابتدائيه ولا استئنافيه. ما نجموش نغرقوا الدستور بهذه التفصيلات لكن اقول على الاقل انه يتوجب التنصيص في فقره اخيره ويضبط قانون اساسي وقانون عادي اجراءات هذا البث في هذه المساله والتي اقرب هي اقرب ما تكون في المسائل التوقيفيه في الاجراءات. الفقره الثالثه تجاهل اشكاليه تنفيذ الاحكام. جاء الفصل 107 ضمن الاحكام المشتركه وليس ضمن الاحكام المقصوره على القضاء الاداري ان الاحكام تصدر وتنفذ باسم الشعب ويحجر الامتناع تنفيذها بدون موجب قانوني. هو فصل يستوجب المقارنه والنظر في باب المقارنه. دكتور هو فصل يستوجب المقارنه والنظر في باب المقارنه تقودنا المقارنه الى الاقرار بان الفصل 107 يشكل تراجعا عن المسوده الاولى التي جاء فيها وبدون خلافات داخل اللجنه التاسيسيه المختصه في الفصل القديم فيه زوج اقتراحات ويتعرض لنفس المساله ويقول في حاله عدم التنفيذ بدون موجب قانوني تشكل جريمه هذا الفعل لا يسقط بمرور الزمن. اذا انا ما فهمتش علاش باش تبدل الحكايه ونحاول نوضحها. وفي ذلك نيل من حقوق الافراد وتهديد من حقوق المتقاضين وخاصه خطر على الامان القانوني. في باب النظر نرى ان تنفيذ الاحكام الاداريه تعتري لها صعوبات خصوصيه ومنها مشاكل الاداره عن تنفيذ احكام الغاء قرارات العزل حتى الواضحه منها والتي تستوجب لا محاله الارجاع للوظيف وكذلك الاحكام القاضيه بالتعويضات بدعوى انتي والعقد واحد عنده فلوس الميزانيه والاخر ما عندوش واحد نعطيك وقت ولا نفك وقت طيب وبناء على ما تقول طيب تحت الصمت يقول لي زيدوا الثلثين ونجموا بعد ممكن في النقاش اذا نقترح فقره في القضاء الاداري نقول بخصوص نظر الخصوصيه التنفيذ الاحكام الاداريه اقرار معناها كون القانون اساسي ينظم المساله.
باهي فما مسألة أخرى زادها شارولا قبيليكا يقولوا القانون يضمن التقاضي على درجتين يلزم مراعاة حالات خصوصية من النزاعات الانتخابية ويترجعت على روعة يلزم طور واحد ويصيب مستعدة له إذا هذا فيه قول وحديث بس التقرير السنوي التقرير السنوي يجب نشره للعموم للسيادة علاش دابور بالقياس كل ديكار تنشر العمود ثانيا احترام المبدا الشفافيه ثالثا لان الفصل فيه عدم النشر بعده خرقا للفصل 14 اللي يقول المرفق العام تحكمه الشفافيه والسلطه القضائيه هو سلطه من باب القانون الدستوري ومن باب القانون الاداري هو مرفق عام لا مازلت على وخاصة التقرير السنوي يختزل مسائل هامة الحكم الحقوقي والطلبة والجامعيين والمحامين والمعارضين ضرورة تكمل يا سيدي النشاط القضاء النشاط الاستشاري الاقتراحات والتقحات للنصوص وخاصة صعوبات التنفيذ أمني بكل فكرتين هذا ما غادي في الوقت بخصوص الأحكام العامة العلاقة المباشرة بالقضاء الإداري فكرتين الضمانات الفردية والهيكلية فما عدم التنصيص على الحصانه وهذا معناه مش معقول لا سيما ان اعضاء مجلس التاسيس اسندوا لنفسهم تلك الحصانه واسندوها لخلفائهم من فضلك اعطينا الحصانه كما في التوبه مش عارف وزير غيرها فصل 101 مضمون ما غير مالوف شو يقول لك يشترط القاضي الكفاءه والنزاهه والحياه وهذا جديد في رابور المسوده الاولى وكل فلان منه في يديه واجباته موجب للمساءله ويرى المضاد ان هذا فيه مضمون عقابي واستبطاء للتهديد وراك قاضي انه معناها اهانه في التنصيص على ما هذا الذي شرحنا الجزائري الاعفاء وقعت مسيره الاعفاء باش نبداكم الاخر العبد لله قاضي اداري زمن بورقيبه بن علي لا وجود للاعفاء في القانون اصبحنا الان بعد الثوره ولا حاجه للرجوع الى الجدل الذي صاحب الاعفاءات والتي مخالفه بداهه للقانون لان الاعفاء هو حاله واحده ضروره ان قانون العدل القضاه العاديه بتاع 67 ينص على الرجوع في الاعفاء الى الوظيفه والوظيفه ينص على حاله واحده هي نفس فيزون فرسون القصور المهني اذا هو خبر في خبر يضاف الى ذلك معناه اصبح ورطه للاعفاء معناها وهو لم يصدر لم يقم به لا بورقيبه بالنسبه لقضاه الدين على الاقل ولا زين عبد بن علي باهي في المخصوص المسألة الهيكلية فما علاقة غامضة بين المجلس الأعلى بالسلطة القضائية والمجلس القطاعي فكرة وحيدة ما عادش عندنا وقت تربج لاهي المجلس الأعلى لاهي حسين القضاء احترام الاستقلالية اقتراح الإصلاحات إبداء الرأي في التشريعات البث في المسار المهني للقضاة التأديب وإعداد مشروع ميزانية أسألكم ماذا بقي للمجالس العليا القطاعية؟ يمكنكم تي في ولا ما نعرفش ما هي الساحة التي أظن معناها لم يبقى شيئا ومسألة أخرى تقنية أطلب من أختاركم إضافة الشخصية القانونية للمجالس العليا القطاعية مجالس المجلس الأعلى بدونه لا صفة للمجلس الأعلى في أن يتقاضى ويلزم ويلتزم وإن قمنا بذلك فما تسيير الذاتي موجودة في الفصل ولا تحشف ولا فائدة من ورائها التركيبة تو التركيبة أراها ترتقي للتوازن تعرف التوازن ما هو مقترح علينا نصف الأعضاء من غير القضاة ونصف من القضاة والربع من المجموع هو منتخب طلبنا معناها كيف نقارنها نقارنوها بوضعية كما قال المحكمة الإدارية المسألة الأعلى وضعنا أنسب بكثير وقت الزين كما مقارنة بالآن ونحسب أن أحد الأعضاء القضاة غابة أصبح المجلس الأعلى 10-9 مسيرة من غير القضاة وهذا غير معقول أضيف إلى ذلك لا مجال بأن أقبل أنا كقاضي إداري أن كنت في ملف ترقي أو تأديب زميل في القاضي العدلي في القضاء العدلي أو المالي لا نعرف لا نعرف خدمته لا نعرف قيم عمله ما نعرف شيء منه إذا إن قلت أني غير كفء لأن أبد في ترقيتي أو تأديبي من بابي أو أمر آخر أن أقوم ذلك إنسان من خارج القضاء إذا وأضعف الإيمان أضعف الإيمان ما أقترحه هو هروب عنف من غير القضاء وهذا معقول للتفتح لتجنب الغوفرنمون دي جوج وما شابه ذلك من الأسس وهروب عنف بصفات الكلب وما يخافوش بصفات الكلب علاش خليت عليهم الأخدمية وبالكفاءة يوليو في ضوء الديمقراطية إن شاء الله المسرورة
ويبقى النصف من الكل منتخبا. المسألة الأخيرة وأخطر في فكرة قال سيناجي وخاتمة. لقد أثنى المسودة أعطاها اختصاص قضائي مادي للمحكمة الإدارية، وطالما أن القضاء موجود الإنسان وإنسان الآن تصير نزاعات الاختصاصات وغدا، وبالنظر لأن مسألة الاختصاص مبدئية سيصدر أحكاما ملزمة للجهازين بما في ذلك المحكمة الإدارية العليا والمحكمة التحقيق، فبالضرورة أن يقع دستر هذا المجلس، وفي حالة الإعراض عن هذا المقترح أدعوكم 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 إلى أداء صلاة الغائب على مجلس الإعراض. ونعطي الكلمة للأستاذ منير السنوسي في القضاء الدستوري. فايصل الجدري في فايصل الجدري شفنا نوابنا. وربي كلمة أخيرة، اقتراح هام جدا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اقترح كونه رئيس المجلس المحكمة الدستورية يكون عضوا فيه، لأنه أدرج في باب السلطة القضائية، وإضافة لذلك يمثل إثراء فضلا عن أنه عبد الشرعية والمشروعية والإشعاع، على خاطر الملك منتخب هو الرئيس وليس معينا سياسيا. شنو هو؟